بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، بداية أتقدم أنا أستاذ محمد النجار وزميلي الدكتور محمود برغوت بحول التعازي والمواساة إلى الشعب العماني على فقيدهم جلالة السلطان قابوس بن سعيد الأعظم. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر بالتهنئة الحارة للسلطان هيثم بن سعيد على توليه منصبه الجديد، متمنين له السداد والتوفيق على حمل هذه الأمانة والوصول إلى عمان لتحقيق رؤيتها عمان 2030، والذي يعتبر هذا المؤتمر تجسيدا حقيقيا وواقعيا لهذه الرؤية. وبارك الله فيكم. كما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لإدارة هذا المؤتمر، متمثلة برئيس اللجان الرئيسة الأستاذ دكتور سليمان بن محمد البلوشي ولجانها العلمية والتحضيرية على تكرمهم بقبول هذا البحث المتواضع، والذي جاء بعنوان تصور المقترح لتفعيل دور الجامعات في دعم وصناعة ريادة الأعمال. وقد كنا نود الحضور والمشاركة الفعلية في فعاليات هذا المؤتمر، ولكن واجهت ظروف حالت من وجودنا بين أحبائنا في هذا المؤتمر وفي رحاب جامعة السلطان قابوس، وبارك الله فيكم. جاء هذا البحث بعنوان مدخل مقترح لتفعيل دور الجامعات الريادية للمساهمة في دعم ونجاح صناعة ريادة الأعمال، حيث هدف هذا البحث إلى اقتراح نموذج عملي يمكن من خلاله الجامعات الفلسطينية المساهمة الفاعلة في دعم صناعة ريادة الأعمال، وكان ذلك من خلال أهداف فرعية تطرق إلى التعرف إلى مواصفات الجامعة الريادية، التعرف على أهم المعيقات التي تمنع الجامعات من القيام بدورها الريادي، وأخيرا وضع تصور مقترح لتفعيل دور هذه الجامعات. كانت مشكلة الدراسة من خلال اطلاع الباحثين أن المؤشرات الإحصائية تشير إلى انخفاض نسبة الرياديين قياسا إلى الدول العربية والدول المشابهة، فهناك العديد من التحديات والمعيقات التي تواجه الشباب بشكل عام والشباب الفلسطيني بشكل خاص أثناء محاولته لممارسة النشاط الريادي. جاءت هذه الدراسة لتجيب عن السؤال الرئيس: كيف يمكن للجامعات الريادية أن تساهم في نمو ودعم صناعة ريادة الأعمال؟ تفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية: 1- ما مواصفات الجامعة الريادية؟ 2- ما المعوقات التي تواجه الجامعات في القيام بدورها الريادي؟ وأخيراً، ما التصور المقترح لتفعيل دور الجامعات للمساهمة في دعم ونجاح صناعة ريادة الأعمال؟ استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت نتائج الدراسة عبارة عن وضع تصور مقترح لهذا البحث، ومن ثم إجابة عن بعض الأسئلة النظرية، وجاء ذلك في إطار المقدمة والخلفية النظرية لهذا البحث. بخصوص نتائج السؤال الثالث والمتعلق بالتصور المقترح، ركزت محاوره على أهمية امتلاك القيادة الجامعية لمجموعة من الخصائص الريادية ونشر ودعم الثقافة الريادية، مع ضرورة العمل على تطوير المناهج وطرق التدريس والعمل على إنشاء مراكز الإبداع والتميز والتركيز على البحث العلمي التطبيقي. أما بخصوص التصور فسوف يكون مع زميلي أستاذ محمد النجار. بالنسبة لأهداف التصور المقترح، يهدف التصور إلى صياغة بعض الآليات الإجرائية التي تسهم في تفعيل دور الجامعات في دعم ونجاح صناعة ريادة الأعمال، من خلال الاعتماد على خبرات الباحثين والاطلاع على نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع وتحليل بعض التجارب المحلية والدولية. كان منطلقات التصور المقترح من خصوصية المجتمع الفلسطيني والدور الكبير الذي تلعبه الجامعات في نجاح ريادة الأعمال، وضعف العلاقة بين المؤسسات أو الوزارة والمجتمع المحلي، وضعف مستوى الخريجين الواضع في السوق المحلي، والاهتمام العالمي بموضوع الريادة. كانت ملامح التصور المقترح: الجزئية الأولى المتعلقة بالبرامج الأكاديمية. بداية، دور الجامعة بما يتعلق بالبرامج الأكاديمية، فكان هناك دور واضح للجامعة من خلال استحداث برامج داعمة لبناء رواد الأعمال، وأن تعتمد البرامج الأكاديمية على استراتيجيات تركز على مبادئ خلق فرص العمل والاهتمام بتطوير طرائق التدريس الحديثة، أيضا من خلال تخصيص صندوق خاص لدعم عملية تطوير البرامج
الأكاديمية. أما الجزئية الثانية من ملامح التصور وهي مراكز التميز والإبداع، فرأينا أن من الضروري أن يكون هناك مركز للتميز والإبداع، وهذا المركز يعمل على دعم المناهج من خلال الدورات التدريبية، وأيضا مرتبط بالبحث العلمي، وله علاقة كبيرة جدا بمؤسسات المجتمع المحلي والمتكونة من الحاضنات والشركات والجهات الداعمة. فالجهات الداعمة ستعمل على تمويل هذا المركز، والحاضنات ستعمل على احتضان الأفكار الإبداعية الصادرة من هذا المركز. يهدف هذا المركز إلى تطوير المهارات الفنية المختلفة لدى الطلبة في التخصصات التقنية والمهنية، وأيضا الكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلبة وتقديم كافة أشكال الدعم لهم. وهناك أهداف أخرى. من أنشطة المركز الرئيسية تنفيذ ورش عمل وعقد الندوات والمحاضرات والدورات المتخصصة وتوفير الدعم المادي والفني والاستشاري للرياديين وإقامة شراكات وتحالفات محلية وإقليمية. أما بالنسبة للهيكل التنظيمي فيضم المركز عضو من الهيئة التدريسية وإداري جامعي وخبير في الريادة ليقدم الاستشارات الفنية والريادية للريادين وطالب متميز. أما بالنسبة لطرق وآليات التمويل فهناك طرق داخلية، تمويل داخلي وتمويل خارجي. يعتمد التمويل الداخلي من خلال تخصيص صندوق للجامعة لدعم الأفكار الريادية. أما التمويل الخارجي فيتم من خلال المؤسسات المانحة واتفاقيات التعاون المشترك. بالنسبة للبحث العلمي وهي النقطة الثالثة والرئيسية، فيجب على الجامعة أن تعمل على تشجيع البحث العلمي والرقي بمستوى ومواكبة الخطط الاستراتيجية بما يتلائم مع التنمية الوطنية الشاملة وتنمية المهارات البحثية للعاملين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وأيضا توجيه البحوث وهذه نقطة هامة والدراسات بما يحقق حل المشكلات المجتمعية. رابعا الثقافة الريادية وهو دور كبير جدا للجامعات. فهناك دور متعلق بالإدارة ودور متعلق بالعاملين ومركز التميز. فالإدارة يجب أن توفر الدعم المادي المخصص وأن تدعم بشكل كبير النجاحات الفردية وتعزز ثقافة المبادرة والاستقلالية لدى الطلبة، وهذا من خلال البرامج ومن خلال الأنشطة المتنوعة. أما بالنسبة للعاملين فعليهم الاهتمام بنوعية الطلبة وترشيحهم لمركز التميز وتضمين الأعمال الريادية ضمن الأنشطة الصفية. مركز التميز سيعمل أيضا على تشجيع الأفكار المبتكرة واستضافة نماذج ريادية ناجحة تعمل على تعزيز الثقافة الريادية وتنفيذ مسابقات ريادية لأفضل مشروع. أما النقطة الخامسة القيادة الريادية، فالقيادة الريادية لها مجموعة من المهام ومجموعة من الخصائص. بالنسبة للمهام تمنح الصلاحيات الكاملة للأقسام الأكاديمية وتحديد التوجه الاستراتيجي للكلية وتطبيق وتطوير الكادر البشري للجامعة. وأيضا من الخصائص الهامة أهمية الفكر أو الإيمان بأهمية الفكر الريادي والمبادرة والاستباقية واستغلال الفرص وأيضا سعة الأفق وإيجاد الحلول بطريقة إبداعية. هذا التصور له متطلبات للتطبيق، منها أن يكون هناك خطة استراتيجية مهمة للجامعة، وأن يكون هناك دعم واضح من الدولة، وأن تكون هناك هيئة مسؤولة لتنظيم العلاقة بين الجامعة والمؤسسات الأخرى، وأن يتم نشر الثقافة الريادية بشكل كبير، وأن يكون هناك قيادات ريادية لديها إيمان كبير جدا بأهمية العمل الريادي وشراكات استراتيجية ووجود مراكز للتميز والإبداع. كان هذا ملخص البحث المتعلق بتصور مقترح لتفعيل دور الجامعات الريادية لدعم ونجاح صناعة ريادة الأعمال. وشكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.